اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله حلقات اوبن سورس انتليجنس مع تكنو هاب. كل سنه طيبين. احنا النهارده اول حلقه في السنه الجديده، عشان كده انا حبيت اجي لكم بتحدي ممتع جدا بصراحه. التحدي ده كان موجود في التحديات بتاعه مسابقه بتاعه سايبر تالنتس بتاعه الارب ريجن بتاعه 2022. كان متصنف على ان هو ميديوم، معنى كده التحدي ما هوش سهل قوي بس ما هوش صعب، فهنلاقي تحدي ممتع جدا وهنتعلم فيه حاجات كتير. التحدي بتاعنا النهارده بيقول ان احنا عندنا 2 شاكين فيهم، قدرنا نجيب ايميل ادرس او سوري رسالة ايميل بين الاتنين دول، وعايزين نعرف الرسالة دي فين الخطة او الحاجة اللي هم عايزين يعملوها. فاول حاجة احنا معانا الايميل ذاته، الرسالة إيميل طويل مليان كلام كتير عن مكان سياحي في وسط أفريقيا السياح بيجوا فيه وحاجات زي كده، بس الميل ذاته مفيهوش أي حاجة مريبة. كان مشكلتي وأنا بنقرأ الميل ده بصراحة إن الفونت صغير والكلام كتير، فحبيت آخد الميل على وورد فايل عشان أعرف أقرأه أحسن، فأخدته على جوجل درايف كده وقعدت أقرأ فيه، كبرت الفونت وقعدت أقرأ فيه. وأنا بنقرأ خدت بالي إن في كلمات زي دي كده في نص الكلمة في حرف كابيتال أو في أولها، بالرغم إن هو في العادي بادي كل الباراجرافس ب لور كيس كاركتر عادي خالص، مش عامل أبر كيس كاركترز، لكن كان في كلمات زي ده كده مثلا فيها حرف كيس حرف كابيتال مش عارف ليه. طيب ما علينا. وبعد كده واحنا بنكمل قراية ابتدينا ناخد بالنا من ان في شوية باراجرافس بادية كل مرة بحرف زيادة او رقم زيادة، عامل ايرور زي ده كده. تعالى نشوف القصة دي فيها ايه. اول حاجة تعالى نشوف نطلع كل حروف الكابيتال الموجودة دي، ممكن تكون بتجمع كلمة، تكون بتجمع مفتاح معين للعملية بتاعتهم. انا بصراحة جيت مع الانترنت سكريبت بيحول او بيجمع من كل الباراجراف او من سترينج كبير كل الابر كيس كاركترز. تعال نشوف شكل السكريبت كده. ده السكريبت بمنتهى البساطة جدا، كل اللي بيعمله ان هو بياخد سترينج زي اللي عندنا بس ده سترينج صغير شوية، و يبتدي اول حاجه خالص بيعملها بيطبع لنا السترينج زي ما هو printing original string، وبعد كده بيextract الابر كيس كاركتر من السترينج ده، وفي الاخر يطبع لنا حروف الابر كيس كاركترز لوحدها. جميل جدا. تعالى حتى نجرب نران السكريبت ده. فاهو جاب الاوريجينال سترينج بتاعه، وبعد كده اختار الابر كيس كاركتر طلعها من جوه السترينج. طيب احنا عدلنا السكريبت ده بمنتهى البساطه، زودنا فيه شلنا السكريبت السترينج بتاعه وحطينا السترينج بتاعنا، كل الكلام اللي موجود في الميل خدناه كله خليناه جمله واحده، بدل ما كان هو جوه جمل متقسمه كده او باراجرافس متقسمه خليناه كله كانه باراجراف واحد، وعملنا تعديل صغير جدا ان احنا عملنا هاشنج للبرنت كوماند بتاع ان هو يطبع الاوريجينال سترينج بتاعنا اللي هو تيست سترينج ده، ده هو اوريدي اصلا الاوريجينال سترينج عشان احنا مش محتاجينه في حاجه دلوقتي، وهنخليه بس يدوب يطبع لنا الابر كيس كاركترز اللي موجودين. تعالى كده نجرب نرن السكريبت ده ونشوف هيطلع لنا ايه. هو كده طلع الابر كيس كاركترز. الابر كيس كاركتر زي ما كنا شايفين بعينينا كان في حرف اف وحرف اي وال اي واف وام، باختصار هي تتقرا كانها فايل اف ام. طيب فايل اف ام ده احنا عارفين ان هو ويب سايت بيستخدم في الفايل شيرينج، فتعال نفتح كده فايل اف ام ونشوف عندنا فيه ايه. اول حاجه هما كده في فايل بينهم موجود على فايل دوت اف ام. جميل.
وقد يكون الحروف اللي في الأول دي ليها علاقة بالفايل نيم بتاعهم على فايل اف ام، أو ده اليوزر نيم، مش عارفين الناس أو الأكاونت يعني. طب تعالى كده نجرب نأبلود فايل على فايل اف ام ونشوف الدنيا بتطلع شكلها إيه. على الكمبيوتر ناخد مثلا السكريبت بتاعنا كده نرفع ده ونشوف هيطلعه ازاي. ابلود الفايل ده، خلاص اترفع اهو، وادي اللينك بتاعته. لو جربنا ناخدها كوبي كده ونفتح الفايل بتاعنا، هو بياخد شوية وقت. طيب هو كده جاب لنا الفايل بتاعنا اللي احنا رفعناه، ونقدر نداونلود ونقدر نعمل حاجات كتير جدا. طيب يبقى كده الاستراكشر هي فايل سلاش يو سلاش الحروف دي. طيب احنا عايزين نعمل واحد زيه تاني من الكلام اللي موجود في الميل، لان غالبا ده هو ده المعنى بتاعه. الفونت صغير قوي، ممكن نكبر الفونت خلينا نفتح جي اديت احسن. واحدة تانية كمان ونشيل دول ونبتدي نجيب بقى فين الميل بتاعنا، الرسالة كده على جنب. شكرا. ونبتدي نشوف عندنا ايه. اول حرف كان الار دي، بعد كده عندنا اتنين، هناخدهم واحد واحد. لو كان كل البروجراف فيها حروف من اولها خالص مثلا، كان ممكن نجيب سكريبت او نعمل سكريبت بياخد اول حرف في كل باراجراف، بس ان احنا مش عارفين احنا هناخد كام باراجراف وهناخد انهي بالظبط، فانا حبيت اعملها مانيوال بايدي احسن. بس لو العملية كانت اوتوماتيك كان ممكن تبقى اسرع، خاصة لو كان بنتعامل مع مثلا كتاب ولا حاجة. لو بناخد من كتاب القصة تبقى صعبة جدا، لكن هما كلهم المفروض 9 كاركترز، مش هتاخد وقت كتير معانا يعني. خلاص احنا قربنا نخلص اهو. بس احنا كده خلصنا، ناخد الكلام ده كله كده نرجع بيه على فايل الفهم. جاب لنا اهو، جاب الفايل بتاعهم عشان نشوف. بس الفايل ده عبارة عن هو مش فايل واحد، هما 4 فايلات فيهم شوية صور. فيرست فلور، وبعد كده سكند فلور، جراوند فلور، لور جراوند فلور. دي واضح ان ده حاجة زي رسم معماري او رسم رسم بتاع مبنى تقريبا. طيب احنا ممكن نورد الفايلز كلها، ممكن نوردها زيب اركايف. اوكي ماشي، اوبن على طول. نفتح نعم واحد واحد كده. ده شكله كده متحف، it looks like انه متحف. طيب عشان ما اطولش عليكم، ده المفروض التصميم او
اللاي اوت بتاع متحف لوفر في فرنسا في باريس، الاربع ادوار اللي فيه. واكشولي انا قعدت مثلا حسبة نص ساعة ساعة قاعد بتفرج على الصور وادور على الانترنت على الصور دي، ولقيت صور شبهها، وقعدت اعمل اناليسز للصور دي عشان اطلع منها اي حاجة. مفيش اي معلومة مفيدة في الصور دي، الصور دي ما فيهاش اي حاجة مفيدة. طيب ايه الموضوع يا استاذ؟ بمنتهى البساطة، هو عايز يودينا للاكونت بتاعه. فلو رحنا الاكونت بتاعه، البروفايل بتاعه على فايل اف ام، انا اسمي لود كده، لود يلا، خلاص عمل لودينج اهو، وادي البروفايل بتاعه على فايل اف ام. بروفايل فاضي جدا، مفيهوش اي حاجة، ما فيهوش غير الفايلز اللي احنا شفناها غالبا، مش باين هنا حاجة كمان. هو مش عاملها بابليك، ايه هو عاملها لنفسه بس، انفو ما فيهاش غير اسمه. طيب قعدت ادور على الاسم ده برضو اوفر انترنت كده كتير، ما قدنيش لحاجة مفيدة. انا نفتح كل الاكونتس دي، مش مرتبطين ببعض، ما لهمش اي علاقة ببعض، ما فيهمش اي حاجة مجدية. احنا عايزين نجمع معلومات عن الراجل ده عشان نعرف ايه الموضوع. ده كان جه من ويب سايت، مش حاجة برضه، لحد ما أخدت بالي إن في آخر خالص في لينك. اللينك دي على جيت هاب، ولو خدنا بالنا تحت على الشمال خالص الجيت هاب دي، رشيد. رشيد ده واحد من الاتنين اللي كانوا في الميل، احنا لو بصينا الميل تاني أساسا في عندنا منير حديدي، والانتيتي التانية اللي موجودة في الميل كان رشيد الشناوي. اوكي، فرشيد ده واحد من التو انتيتيز الموجودين على الميل. فتحنا الجيت هاب ريبو دي، لقينا او اللينك بتاعت الجيت هاب دي، لقينا ان اوريدي اصلا دي مودينا على ريبو، والريبو شكلها كانها كمان ويب سايت. طيب انا لو خدت دي اوريدي كوبي كده وحطيتها لوحدها هنا، فتحت لي فعلا ويب سايت، وهاي دير ام رشيد، ده البيرسونال بلوج بتاعت رشيد. طب جميل جدا، مش عايزين دي في حاجه خلاص، يبقى دي احنا عايزينها، ومش عايزين الون درايف، جوجل درايف، مش عايزين الحاجات دي اللي في الاول. خلينا بس مع الدايجرامز، وخلينا مع الاكونت، ويخلينا مع الريبو دي. طب نفتح الريبو كده نشوف. بص الريبو دي اصلا الاكتيفيتي عليها كان في 5 كونتريبيوشن في 27 ديسمبر، وبعد كده مفيش اي اكتيفيتي سبتمبر سوري، وبعد كده مفيش اي اكتيفيتي عليها تاني. طيب نفتح كده ريدمي فايل، الريدمي فايل اللي فيه ايه فاضي. ما فيهوش حاجة. طب ذاك في أسيتس، أسيتس فيها حاجة كتير. طب احنا ممكن نعمل حاجة، احنا ممكن نقول جايين عاملين ايه، تعالى نجيت الريبو دي كلها ونقلب فيها براحتنا بقى ايه على الماشين بتاعي، مش عايزين نخلص كده. وانا لو جيت الريبو، طيب انا بقى assets و.get، تعال نبص في assets الأول. عندنا
جافا سكريبت وسي اس اس وايمجز. طب نبص على ايمجز. طب احنا ممكن نعمل حاجه احسن، ال اس ماينس ال استريك. قال لك ايه؟ السي اس اس قال لك فيها ستايل سي اس اس ده ديفولت، وبعد كده الجافا سكريبت فيها سكريبت وسكريبت تاني. في عندنا في الايمجز تو ايمجز، تو ايمجز، جميل جدا. طيب تعال نتفرج على الايمجز دي ونشوف فيها ايه. نادي رشيد اسيتس الايمجز، نادي اول ايمج. الايمج دي لو فاكرين كانت هي اللي موجوده في الهوم بيج بتاعه البيرسونال بورتال بتاع رشيد، دي حاجه كده. والايمج التانية تمثال، هم عايزين يسرقوا التمثال ده مش عارف. طيب اول حاجه انا بحب اعملها دايما لما اتعامل مع ايمجز اشوف فايل تايب. هنخش جوه الايمجز. طيب كل حاجه كده وريني، هم كلهم في صورتين. اول صوره جي بي جي ايمج فيها اكزيف داتا تي اي اف ماشي، وتاني صوره اللي فيها كلام كتير شكلها كده جميل جدا. طيب احنا اكزيف داتا يبقى نشوف اكزيف تولز لأسرك، واعمل لي مور كده عشان ايه الكلام ما يخشش في بعضه. طيب اول واحده بتاخدها من غير فلاش، بتاخدها في 2021. طب احنا عايزين نكولكت منها داتا وخلاص. تعالى كده نشوف دي اسمها هيرو دوت بي ان جي، والتانية اسمها ايمج ودي لسه أول واحدة تقريبا. التانية اهي لسه ماشي اسمها بينتينج وان. لو بصينا هنا كده كوبي رايت، شكرا، ده الفلاج بتاعنا. اوكي فدي طريقة طلعنا بيها الفلاج اهو، خلاص مش عايزين حاجة بقى منهم. كمية داتا كتيرة جدا في الاكزيف داتا ممكن نتوه جواها. ولو جربنا سترينجز دي احنا عايزين بينتنج بس، خلاص احنا عارفين بقى دي اللي فيها الحاجة اللي احنا عايزينها. بس لكن حتى لو قلنا سترينجز لأسترك ماينس اي فلاج، ماينس اي هنا معناها ان انا هاجنور الكيس بتاعت السترينج، وتبقى هي upper كيس ولا lower كيس، فهيطلع علينا برضو ادي الفلاج بتاعنا. طيب احنا النهارده شفنا ازاي ممكن انفستيجيت ايميل، او حتى مش ايميل، احنا بننفستيجيت اي حاجه نبص فيها ونبتدي نشوف اي حاجه شكلها مش طبيعي، اي ابنورماليتي في الكلام نبتدي نطلعه ونتعامل معاه. بصراحه قعدنا لفينا كتير جدا واحنا بنحل التشالنج دي جوه ويب سايتس كتير بتعمل نشوف الايمجز اللي شبه بعضها اللي كانت موجوده ولا لا. قعدت اعمل اناليسيس كتير جدا على الاربع صور بتوع اللوفر وما لقيتش فيهم حاجه، لحد ما وصلنا لان احنا واحنا بنحلل الويب سايت اساسا بتاع او الاكونت بتاع فايل اف ام ده، لقينا في اخره خالص لينك. اللينك دي قادتنا لجيت هاب ريبو، قعدنا نتحرك جوه الجيت هاب ريبو دي، لقينا الريبو دي اصلا اسم ويب سايت وجواها حاجات. القصه بمنتهى البساطه، لازم واحنا بنشتغل اوبن سورس انتليجنس ما نسيبش حاجه، ندور في كل حاجه ونمشي ورا كل حاجه. وهتبقى نفس القصه دي واحنا بنشتغل حتى بعد كده في الحاجات بتاعه الاستيجنو او الديجيتال فورنسكس. لازم بتجرب كل التولز المتاحة معاك، وأي حاجة ممكن تشك فيها تمشي وراها. القصة ممكن تكون تايم كونسيومينج كتير، ممكن تكون مرهقة،
بس في الاخر بتوصل بيها لنتيجه اكيده. اللطيف في سايبر تالنتس ان دايما الفلاج فورمات بتاعتهم واضحه، فتقدر تعرف ان انت وصلت للي انت عايزه. اشكركم وهسيب لكم طبعا في الديسكريبشن بتاع التشالنج النهارده او الديسكريبشن بتاع الريكورد بتاع النهارده لينك للفايل بتاع الايميل ذاته لو حد حابب يحل التحدي بنفسه، وشوية معلومات عن تفاصيل بتاعة الخطوات اللي استخدمناها في حل التحدي ده. أشكركم وأشوفكم المرة الجاية.